بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. فوز مهم جدا زي ما اكدنا وقلنا، دور اللعيبه وشخصيتهم وروحهم بالتاكيد كان ليها نتيجه كبيره جدا على منافس وخصم كبير كالعاده نادي الزمالك. خالد عبد الفتاح الحقيقه انا بشيد بيه لان اداؤه كان رائع ومميز جدا، بهنيك وببارك لك. تيشيرت النادي الاهلي محتاج لعيبه رجاله، وبالحقيقه خالد يمكن النهارده انت اثبتت كالعاده ان انت قد المسؤوليه. مباراه صعبه جدا، ما حسيناش ان خالد اول مره يلعب دور كبير مع لعيبه النادي الاهلي ان هي تنسجم وتخلي اللعيبه كلها تنسجم. حابب تقول النهارده على الجيم وحابب تقول على الفوز الكبير النهارده خالد؟ طبعا الحمد لله الاول والشكر لله طبعا. بشكر اللعيبه، لعيبه رجاله، شخصيه فرقه، جمهور عظيم، مسانده عظيمه، مش عارف اقول ايه. مبسوط جدا، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. خالد مش مكانك لكن اديت كالعاده، انا عارف لعيب الكوره بيلعب في اي حته، لكن انت عارف لما تلعب في مكانك بتطلع اللي عندك، لكن انت النهارده اكنك بتلعب مساك. كولر قال لك ايه؟ حضرك ازاي للمباراه؟ لان المباراه دي كانت مهمه جدا وانت ظهرت فيها بشكل مميز الحقيقه خالد. اهم حاجه بس كنا بنلعب بروح وشخصيه النادي وشخصيه الفرقه. اي حد بيلبس تيشيرت يبقى من ال 11 كانوا بيلعب بقاله سنين يعني في النادي الاهلي، فالحمد لله. جمهور تقول له ايه؟ جمهور كان ليه مفعول السحر كالعاده، جمهور النادي الاهلي مختلف بشكل كبير، لكن تقول ايه للجمهور وايه اللي انت لمسته من جمهور النادي الاهلي في المباراه خالد؟ طبعا طول عمر جمهور النادي الاهلي هو السند والدعم الاول. بتحس انك ليك ظهر، بتحس بتلعب بثقه مهما حصل، هم في ظهرك كسبان خسران، فده مديك دافع قوي جدا، مديك حافز على طول، على طول حاسس ان انت اكتف على طول. الجمهور عظيم، بس بشكر الجمهور دي بدايه، لكن لسه اللي جاي خلاص خالد، خلاص الفتره اللي جايه ناس عايزه تشوف احسن من كده ان شاء الله. خالد يوعد جمهور النادي الاهلي ويوعد النادي الاهلي الفتره اللي جايه بايه؟ ان شاء الله ناخد الدوري وباذن الله الكاس، وفي كاس العالم ما نقدر نوصل لابعد مدى ان شاء الله، نهائي باذن الله ان شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. بنشكر اكيد خالد عبد الفتاح، واحد من اللعيبه المميزين جدا الحقيقه، كان ليه تاثير وكان ليه دور، وزي ما اكدنا وقلنا الدور الكبير مع لعيبه النادي الاهلي ان هي تدخل اللعيبه على طول وتنسجم مش مكانه، لكن الحقيقه النهارده كل اللعيبه كانت ممتازه، لكن احنا اشدنا بخالد لان كان دوره مميز جدا، غلطاته كانت بسيطه جدا، يدل على التركيز الكبير اللي احنا كنا بنقول عليه على قبل المباراه. يمكن قلنا التركيز والوعي الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحسم المباراه. يا رب ان شاء الله يكون القادم افضل لفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي ما حققش حاجه، لسه بطوله الدوري طويله، ولسه القادم افضل ان شاء الله لفريق النادي الاهلي.